يتجدد اللقاء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وتتجدد تحيتنا لحضراتكم وإلى مسامعكم من موقعنا مضمار سباقات الهجن. شكرا للزملاء حمد بضبيب الشامسي، فايز بن غافان على التواصل والتعليق في الأشواط الماضية، وهذه انطلاقات أشواطنا مع إذاعة أبناء القبائل أشواط التميز. الشوط الخامس الذي أعطت بداية إشارة الانطلاق قبل قليل، وهو الخاص بالإذاعة المحليات الإبكار الأصايل، الخامس في المجموعة، شعارات أبناء القبائل نجومية في عالم رياضات الهجن، ونتقدم إلى رقم واحد. ما شاء الله سمحة مشاهدينا الأعزاء، متسمحة وهي رقم واحد على رقبتها ورقم واحد في مسار الشوط. يا سلام، وحافظ حافظ حافظ يا حمدان يا بن خليفة يا الرميثي على هذا الرقم، رقم واحد حتى خط النهاية. المركز الثاني، المركز الثاني شعار بالحب كذلك متواجد ويقدم لنا وصايف مبارك بن سعيد بالحب العامري على ثاني المراكز، بينما انطلاقتنا مع ثالث المراكز، وبقول تاتينا في ثالث المراكز 25. نتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، والمركز الرابع هناك في هذه اللحظات، حلوة 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 يابر بن راشد المري هي اللي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار بضعيف متواجد مع سلودة راشد بن حمد بضعيف بن غدير. المركز السادس في هذه اللحظات تدخل من قبل بن صغان لحمد بن سليم الكتبي، والمركز السابع سابع المراكز هناك من الجانب الآخر، هذه الشاهينية عبد الله بن سعيد الرميثي. المركز الثامن تدخلت احتلال في هذه اللحظة، حمد بن محمد الدرعي هي اللي تنطلق على المركز الثامن، والمركز التاسع التاسعة في هذه اللحظة تتواجد في مياسة لأحمد بن مسري بالعرطي، وعاشر المراكز هناك للصقر بن فلاج الكتبي هي اللي هي اللي هي رمسه اللي هي رمسه. يا سلام، هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى، ولوحه الاربعه كيلومترات كيلومترين من بدايه الانطلاق والعوده مرة ثانية. يا سلام يا سلام، العودة دائما تكون حميدة على المراكز المتقدمة. هناك نتقدم إلى المركز الأول، وغيرت إلى مقدمة الشوط عندك يا بالحف. يا سلام، وصايف وصايف تجتمع فيها الوصايف، وصايف الأداء والشكل والانطلاق. يا سلام يا سلام، مبارك بن سعيد بالحب العامري، بينما المركز الثاني بالظبيان، في المركز الثاني بالظبيان بالظبيان نعود إلى المركز الثاني، ما تعرفنا عليها بنحاول نتعرف عليها، بينما المركز الثاني لخالد بن غاسي الزرعي هي اللي في المركز الثاني، لخالد بن عيسى الزرعي هي اللي في المركز الثاني، والمركز الثالث في هذه اللحظات في ثالث المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، حلوة حلوة يابر بن راشد بن عجيم المري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع
الرابع في هذه اللحظات بن صوغان حمد بن سليم الاكتبي في رابع المراكز. المركز الخامس الهودة راشد بن حمد بضعيف بن غدير، بينما المركز السادس في هذه اللحظات تأتينا مياسة لأحمد بن مسري بالعرطي. المركز السابع فيها التواجد في سابع المراكز احتلال وحمد بن محمد بالسالومي الدرعي اللي في المركز السابع. المركز الثامن الدخول في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام، في ثامن المراكز في هذه اللحظة اللي هي الشاهينية لعبد الله بن سعيد الرميثي. والمركز التاسع هناك سمحة لحمدان بن خليفة الرميثي. والمركز العاشر هنا التواجد مشاهدين الأعزاء سلهودة لعلي بن مصبح بالخصم الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. العودة مشاهدينا متابعينا الكرام بعد إكمال العشر المراكز للمرة الثانية على التوالي، وهناك العودة إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط ووصايف وصايف مبارك بن سعيد بالحب العامري هي اللي تتقدم المشاركات وصايف، بينما المركز الثاني هناك الانطلاق على ثاني المراكز. التواجد في هذه اللحظة حلوة يابر بن راشد بن عجيم المري. المركز الثالث تاتينا اللي هي في المركز الثالث خويمة تعود ملكيتها لخالد بن غاسي الزرعي، لخالد بن غاسي الزرعي. يا سلام يا سلام، المشاركة من السلطنة لتحمل السلامات لخويمة. هناك الضيف المشارك، يا سلام، أشكرك يا بن غاسي، أشكرك، يا سلام يا سلام. هذه الانطلاقات والسلامات غيرت إلى المركز الأول. يا سلام، خويمة هي اللي تنطلق لتحمل سلامات من المرمى يا خويمة هناك. يا سلام يا سلام، هذه انطلقت وسيطرت على المقدمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني حلوة ليابر بن راشد بن عجيم المري في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات، يا سلام، مياسة لأحمد بن مسري بالعرطي. يا سلام، تقدمت في هذا الشوط الثلاث المراكز، بينما بقول المركز الرابع هناك سلهودة علي بن مصبح بالخصم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، روح 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 يا 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 غاسي. يا سلام يا سلام يا خويمة، يا راعي خويمة، يا سلام، هذه تسيطر على المقدمة وتنفرد بالمركز الأول. الله يا أهالي خويمة يستقبلون السلامات من المرموم وخالد بن غاسي الزرعي اللي تنطلق بالمركز الأول. يا سلام، المشارك من السلطنة ليحمل السلامات. الله، روح 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 يا أخوي روح. المركز الثاني مياسة لأحمد بن مسري بالعرطي على ثاني المراكز. والمركز الثالث وصلت هناك اللي هي بالخصم، هذه العلي بالخصم الاكتبي اللي هي سلهودة اسمها، سلهودة العلي بن مصبح بالخصم. والمركز الثاني اللي هي حلوة ليابر بن راشد بن عجيم المري. وخويمة لا زالت خويمة، دير بالك يوك. يا سلام، ولكن بن عجيم هناك ليحمل هناك اخواننا في المملكة السلامات. يا سلام يا سلام يا سلام، وهذه حلوة يا بر بن راشد بن عجيب المري تنطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني سلهودة لا
علي بن مصبح بالخصم هناك لحمد بن ضعيف بن غدير، راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوة 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 حلوة، ولكن الدخول في هذه اللحظة لمياس أحمد بن مسري بالمركز الأول، المركز الثاني لحمد راشد بن حمد بن ضعيف، المركز الثالث اللي حلوة ليابر بن راشد بن عجيم المري، والمركز الرابع لعلي بن مصبح بالخصم الاكتبي، والمركز الخامس خويمة لخالد بن قاسي الزرعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط، كان الدخول ثلاثية المقدمة، لكن ما شاء الله مثل ما قلنا مياس انتزعت المركز الأول. تهانينا لمالك مياس أحمد بن مسري بالعرطي، 9 دقائق و44 ثانية، 3 أجزاء من الثانية وصلت في المركز الثاني، كذلك هملولة قطعت المسافة في 9 دقائق و44 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير، والمركز الثالث في هذه اللحظات اللي هي حلوة 9 دقائق و44، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للمالك اللي هو يابر بن راشد بن عجيم المري. هكذا كان الشوط الذي انتهى بالأثناء.